عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة طبعا يوم مش عادي، لان هو طبعا هيبقى اول فيديو، افضل فيديو على القناة من ساعة ما فتحتها على الاطلاق. النهاردة هتلاقي تشكيلة مختلفة من العربيات موجودة في المعرض زي حضرتك شايف كده. عندك متسوبيشي باجيرو، هنبدأ كده ربنا يجعلنا من اهل اليمين، متسوبيشي باجيرو، وبعد كده بي ام دبليو اكس 6 مستعمل، وبعد كده تويوتا لاند كروزر زيرو. وبعد كده جي ال سي، وبعد كده رانج روفر مستعمل. احنا حاليا في قسم العجل الكبير، في رانج روفر برضو مستعملة تاني، وفي تويوتا فورشنر زيرو، وفي تويوتا لاند كروزر زيرو، في ميتسوبيشي زيرو، طبعا الوان مختلفة. عندي فراني وعندي شامبين زي ما حضراتكم شايفين كده، الشامبين، وعندي الموكا، وعندي الفراني، وعندي برضو العربية السوداء منها. انا ان شاء الله هبهركم. طبعا ناس كتير قوي بتكلمني وبتسالني، وفي ناس طبعا بتنتقدني، وفي ناس طبعا بتغلط وبتقلل في قدرات التصوير. انا يا جماعه بتعامل بفطرتي، والله اهلا وسهلا بيك ومنورني ومشرفني زي ما انت شايف كده. انا بتكلم ولا بمنتج ولا بعمل، ادي العربيات بالنسبه بقى طبعا للمواصفات، علشان الفيديو ده هيبقى مختلف عن اي فيديو سابق. ادي المواصفات معانا، كل العربيات الليست هي كامله. اللي هيكتب كومنت تمام هنرد عليه على طول في الفيديو ده، وهنقول له المواصفه. هو يسالني مثلا وليكن على التويوتا اللاند كروزر دي، على الفورشنر، على الرانج روفر، على الباجيرو، هو يسالني على العربيه اللي هو عايزها. ان شاء الله باذن الله هرد عليه على طول تمام. بس ارجوكم، انا محتاج من اي حد بيتفرج عندي دلوقتي طلب، ان اللي يشوف الفيديو ده بالله عليك يا جماعه انا محتاج مشتركين، يعني محتاج تدوس اشتراك وتضغط علامه الجرس، وكمان لو يعني تعمل شير على الفيس ودعمني لوجه الله، اعتبرنا اخوك ودعمني وقول انا دعمتك كمان، انا ما عنديش مشكله. دي برضو رانج روفر فيلار، ودي اوبل كروس اللي هي الجديده اللي هي الصغيره دي اللي هي اوبل كروسلاند. طبعا الفيديو ده هيبهركم، لان طبعا تقريبا اول مره نصور فيديو بالطريقه دي، وكمان نصور فيه عربيات مختلفه. وهنخش دلوقتي في العربيات في القسم الصغير، العجل الصغير. هنبدا كده من الاول برضو عشان بس حبايبنا واخواتنا. طبعا التصوير بالليل غير بالنهار، فسامحوني ان انا ما جبتش يعني بالنهار، لكن قلت ايه امسي على الناس. دي طبعا سكودا كودياك زي ما حضراتكم شايفين، سكودا اوكتافيا، رينو ميجان، كل ده تسليم فوري. هيونداي توسان عشان الناس بس اللي بتشكك في الفيديوهات، هيونداي توسان، والحمد لله رب العالمين المعرض ده يعني معرضنا تمام. احنا مش زي الناس بنصور بقى ولا بنعمل ريفيوهات كده على الفاضي. الحمد لله القناه واصله 8 مليون مشاهده، وفي نفس الوقت 6000 فيديو مرفوعين. كيا سبورتج، الله ينور الرجاله، الرجاله اهي بتنظف. الاوبل دي برضو اوبل كروسلاند، عندي كذا لون منها، عندي الابيض وعندي النبيتي، عندي الاوبل كورسا دي، فيراني، وفي ابيض، في جوه طبعا ميجان، وفي عربيه اللي هي الشيري تيجو. دي الشيري تيجو، ودي ميجان زيرو، ودي عربيه بقى دي الميجان الزيرو، دي عربيه انتيكه حاجه كده تحفه قوي. طبعا المعرض معرض سيارات عبد الله مهندسين، احنا بس حاليا اليومين دول فتره صيانه للمعرض.
الحق الحمد لله احنا عجلنا كله في السوق، يعني احنا عندنا العجل كله في السوق في المخزن، تيم متسوبيشي بيزيرو، في برضو عندنا الشوفولي ده الجامبو، عندنا كذا عربية، خش هنا عشان الرجالة بس بتنضف، في البي ام، دي الاكس 1 او البي ام 118 سوري. كل المواصفات دي موجودة معانا اهي، علشان الفيديو ده هيبقى مختلف عن الفيديوهات اللي فاتت. الناس طبعا بتزعل ان انا ما بردش عليها بالمواصفات وكده، لكن احنا قلنا ان شاء الله نبدأ بداية جديدة. زي ما حضراتكم هو شايفين كيا سبورتج تمام، والهونداي توسان، وكمان عندنا شيفرولي اوبترا وسوزوكي فان. الفيديو ده هيبقى ضرب نار، وانا عارف هيجيب اعلى نسبة مشاهدات عندي في القناة. وكيا سبورتاج مستعملة، وكمان ما الهل انفينيتي سوري شبه بالمازدا من جنب، بصراحة تحفة يعني. والميتسوبيشي الباجيرو والستروين السي 5 اير كروس، والميني كوبر طبعا الاس اللي هي كانتري مان. طبعا في بعض العربيات جوه احنا ما صورناهاش، فبرضه بالمره انت كده خدت جوله كامله في العربيات اللي موجوده في المعرض. في العربيه دي المرسيدس السي والجي والاس زي ما حضراتكم شايفين كده. فان شاء الله عايزين بس نعلي الريتش للقناة، واستاذن كل الناس اللي شايفة الفيديو ده ما تخرجش لما تدوس اشتراك. يا ريت اكون عند حسن ظنكم دايما، وبشكر كل اخواتي وكل حبايبي القائمين على يعني الشير في القناة، وان هم بيوصلوني بقى. طبعا الحمد لله رب العالمين وصلنا 35,000 مشترك، والقناة ليها مردود يا جماعة من اليوتيوب، عشان بس ايه برضو احنا ربنا بيكرمنا من اليوتيوب، بيكرمنا من مشاهداتكم، بيكرمنا من اشتراكاتكم. فياريت يعني من تطور لتطور ومن افضل لافضل، علشان نقدر نساعدكم. وان شاء الله الايام الجاية يكون في زي جوائز وهدايا لكل الناس اللي بيتعلم معانا الريتش بتاع القناة، وكمان اللي بيتعلم معانا البس. فياريت اي حد محتاج اي مساعدة في العربيات سواء كاش او تقسيط اكتب لنا كومنت، وانا هدله على الطريقة اللي يقدر بيها يحل موضوعه، وهسهل عليك. ونكون كده وصلنا لنهاية الفيديو. اشكر كل الناس اللي موجودة معانا، واشكر كل الناس اللي بتشترك واللي بتدعمني، وطبعا يا رب يجعل دعمكم ده يعني حاجة لوجه الله كده طبعا تتجازوا عليها يوم القيامة. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيارات عبد الله 30 شارع احمد عرابي المهندسين، رقم التليفون 0233042173، رقم التليفون الموبايل 011465303. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.